مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. ديوان الصحافة يتناول ويقرأ ويتابع أبرز وأهم ما طلعتنا به صحفنا وجرائدنا المحلية، ومن ثم بإذن الله تعالى نقوم بتحليل أبرز الأخبار المحلية اللي نرى بإذن الله تعالى أنها تهم المشاهد حسب طبعا اجتهادنا. اليوم مشاهدينا الكرام، صحفنا المحلية اليوم اثنين طبعا كلها ركزت على مجلس الأمة، والأنظار كانت أساسا متجهة إلى مجلس الأمة على اعتبار أن هناك قضية حساسة، هي قضية تمس شريحة كبيرة من الشعب الكويتي، ويعني قضية تعتبر كما يسمى قضية شعبية، وبالتالي الصحف اليوم كلها تقريبا إن لم يكن عنوان رئيسي فهو خبر رئيسي في صحف المحلية يتعلق في الاتفاق اللي تم بين الحكومة وبين اللجنة المالية. طبعا كان هناك مساوم ومكاسر بين زيادة 25 دينار علاوة الأولاد لسبعة أبناء، واضح بالنهاية مكاسر، نزل دينار نزل دينار نزل دينار، من ينزل من يزيد، وصلوا يعني الحكومة قدرت تنزل 10 دنانير والنواب تمسكوا 15 دينار، فصارت الزيادة فقط 15 دينار لسبعة أبناء، ويعني شر البلية فعلا ما يضحك. وأنا كنت أتمنى أمانة يعني أعضاء مجلس الأمة أن لا يهينون الشعب الكويتي بهذه العلاوة، كان يفترض أنها ترفض تماما، يعني الشعب الكويتي مو محتاج 15 دينار يعطى لأبنائي، عليكم العافية خلوه للحكومة، يمكن الحكومة محتاجة 15 دينار، وبالتالي يفترض أعضاء مجلس الأمة أن لا تقر هذه الزيادة وترفض جملة، إما أن يعني يكون زيادة نفس البشر نفس الدول الأخرى تزيد زيادات يعني عليها القيمة، ولا مكاسر من 25 دينار نزل 15 دينار كأنك داش سوق الجمعة وطايح لي بنغالي وقاعد تنزل نزل نزل نزل، وصلوا لي 15 دينار. عموما للأسف أعضاء مجلس الأمة لو بدينار يبون يطلعون دينار قدام المواطنين، والله احنا طلع جبنا لكم زيادة لو انا دينار، ما عندهم مشكلة في الجانب هذا، لأن يبون يعني مسألة إعلامية لا أكثر ولا أقل، لكن كان يفترض فعلا يكون موقف حاسم من هذا الأمر ويرفض، وكان يفترض أعضاء اللجنة المالية على الأقل أن ينسحبوا من هذا الاجتماع ليبينوا للحكومة رفضهم ولي يعني تصرفات الحكومة ووزير المالية اللي يعني داش مكاسر، مو داش لجنة مالية قاعد يكاسر مع أعضاء مجلس الأمة في موضوع الزيادات. لكن الموقف سلبي، والموقف هو موقف الهدف منه فقط إعلامي، وبالتالي ما عنده مشكلة لو كان دينار ولا حتى 750 ولا نص دينار، ما عنده مشكلة في هذا الجانب، أهم شيء تكون المنشيتات هي اليوم تركز على هذه العناوين. للأسف فعلا يعني هذه قضية هي قضية شعبية، وبالتالي فعلا أخذت حيز كبير من عناوين صحفنا المحلية. هذا الموضوع مشاهدي الكرام كان الأبرز، هناك مواضيع أخرى طبعا يتعلق في اللجنة الإسكانية ومناقشة قضية الإسكان، لكن يعني موضوع الزيادة والمكاسر اللي حصل بين الحكومة وبين المجلس هو الأبرز اليوم واللي ركزت عليه أغلب صحفنا المحلية. هناك طبعا العديد من الأخبار الأخرى المتنوعة راح نشوفها، وكلها اليوم تقريبا بين اللجان البرلمانية والتصريحات النيابية وبين الأخبار اللي تعلق في وزارات الدولة وبعض الأخبار اللي تعلق في الشؤون الإقليمية. هذا تقريبا أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية الصادرة ليوم اثنين. راح نقرأ هذه الأخبار وراح نناقشها وراح نحللها، وبإذن الله تعالى كالعادة راح يشاركنا الأخ محمد العجمي بإدارة هذا الحوار. حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، وكذلك نرحب بالمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. دائما يعني نحن على أعتاب جلسة مجلس الأمة، وجلسات يعني تكون ماراثونية، لم تكن يوم من الأيام هذه الجلسات على لحساب المواطنين الذين أتوا هؤلاء النواب ويعني أصبحوا تحت قبة عبد الله السالم ليعني تلبية احتياجات ومشاكل المواطنين، لكن هنالك تسويات وترضيات لأعمال هم يعني أتوا من أجلها، وسيعني ستكون هناك الواسطات، لكن عندما يأتي على حساب المواطنين كما ذكر أخوي عويد نجد أن المعشيتات تقل، ويكتب أن الكويتيين يعني المشكلة ليس في، كان هناك مثل أن الفقير دائما يحسد الغني، لكن إحنا المشكلة في الكويت أصبح القضية معكوسة، أصبح الغني يحسد الفقير أو يحسد الدخل المحدود على ما لديهم أو ما سيمنح سواء من أراضي أو من مساكن أو من علاوات، وبالتالي يبدأ هؤلاء الطبقة
التجارية بالضغط على الحكومة وضغط أعتقد الله يعين الحكومة فعلا الضغط المقبل عليها، فإنها يعني ترى أن الجانب الأضعف هو المواطن، مما جعل تلك المانشيتات تكون على استحياء تضع مبالغ بسيطة. كنا نتمنى من النواب اليوم الذين يعني رأوا هذه المانشيتات أو كتبت بدأ تيار المؤيدين في هذه الجزئية وأخذوا على جانبها، فبالتالي أعتقد اليوم الصحف ركزت على جوانب بسيطة جدا وعلى استحياء، لكن أعتقد جلسة يوم الثلاثاء ستكون مانشيتات تختلف عن هذه القضية ولن تكون في صالح المواطنين أبو محمد. نعم. طيب مشاهدي الكرام، خلونا الآن نذهب إلى جولتنا في صحفنا ونشوف العناوين ونبدأ بجريدة الشاهد ونشوف عناوينها اليوم الاثنين. عنوان الشاهد الرئيسي: وزير العدل، نعم هناك تزوير في بعض الحكام القضائية بعد اكتشاف تغيير في الديباجة والمنطوق. الأمير يزور روسيا في الخريف، والسعوديون بايعوا الأمير ميغرين وليا لولي العهد. العبد الله، لا صح لما تم تداوله حول تكاليف القمة العربية، صرفنا 39 مليونا و700 ألف على 8 مؤتمرات. التشريعية تقر قانون التأمين ضد البطالة في انتظار رد الحكومة على ضبط الأسلحة. أبل، بنك الائتمان سيفلس ويعجز عن تقديم القروض الإسكانية إذا مول إنشاء 12 ألف وحدة سكنية. والغيصم، هدد وزير الإسكان بالاستجواب 12 اجتماع السكنية، لم يحدث نقاش حاد مع أبل. لجنة التحقيق في عقد الزور، الطلاسم بدأت في التفكك، حصلنا على كافة المستندات واستدعينا الشركة المنافسة. والمالية تقر 65 دينارا علاوة لسبعة أولاد بكلفة إجمالية 83 مليون دينار. الجار الله، انطلاقة كويتية قطرية لتطوير العلاقات وتوقيع عقد الوقود البيئي في 13 أبريل. والشؤون، أوقفنا تحويل الزيارة التجارية لعمل وتدوير مدراء المناطق الصحية وإعادة السلي. الكويت، سلمت القابوطي لمصر. فتح باب الترشح انتخابات رئاسة مصر اليوم، وأجلتي تتوسع في قطاع الطيران، وقطر متورطة في قضية تخابر مرسي. بوتين، أحداث القرم أظهرت قدرات جديدة للجيش الروسي، والأرصاد، دخلنا السبق والقبار مستمر. أسماء المقبولين في الدراسات العليا بمصر، والعنبري، بعض النواب يجهلون قيمة رفع العلم بالمحافل الدولية. مركز خدمة المواطنين بالجهراء تحول لحلبة مصارعة. عصابة دولية تبتز الوافدين بالأشرطة الفاضحة، والبلدية بدأت رفع مخلفات التخييم. هذه تقريبا هي أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية الصادرة اليوم الاثنين. أخ محمد، نبدأ من حيث بدأنا في موضوع العلاوة. الوزير المالية حضر طبعا، وجبعته يبي يكاسر، وقعد معاهم فاصل ومكاسر من 25 دينار وصلهم 15 دينار ووافقوا الجماعة. وبالتالي لا نلوم الحكومة، إذا باللوم اللوم أعضاء مجلس أمة. فالحكومة أمانة يعني نجحت في أنها تستطيع أن تخفض المبلغ من 25 إلى 15 دينار، وهذا تكتيك، والوزير نجح، لكن اللوم والشرها على أعضاء مجلس الأمة اللي موافقين. طيب، إحنا المشكلة حتى يمكن أحد أعضاء اللجنة اليوم يعني أعتقد أن الجبري يعني يتحدث بأن الاقتراح اقتراحي، ويعني يتصدر هذا الموضوع، وأن الموضوع طرح بطريقة اقتراحات، كان هناك 5 اقتراحات وأخذت الحكومة باقتراح العضو الفاضل الجبري، فبالتالي أعتقد أن النواب، هنالك من بعض النواب يدفع باتجاه 15 دينار، وكأن القضية قضية بسيطة جدا، ويريدون المناورة بفن الممكن، لكن هذه القضية لا تحتاج فن الممكن، لأن الحكومة إن لم يكن هنالك يعني إقرار أو جدية في إقرار تلك العلاوات، وإلا فلا هذه العلاوات تكون يعني وبالا ويعني جانبا منهكا لدى المواطنين، فستكون هناك ارتفاع في الأسعار الذي يمكن قد يفوق 15 دينار. وأعتقد يعني اليوم بعض النواب بدأ بالمباركة وبدأ بأنه إقرار 15 هذا شيء إيجابي، وأن ليش ما نطالب في هذه الجزئية، فأصبح النواب يعني يؤمنون بما تريد الحكومة. فبالتالي أبو محمد، البعض يعني أنا ما أعتقد يعني يذهب إلى الحكومة ويقول الحكومة ماذا ستقدمين، حتى أنا نقترح عليك
أنت شنو لديك من قدرات؟ خل يأتي نبادر نحن في هذا ونصبح نحن في وجه المدفع. هذا الأمر خطير. يعني هل تعتقد وإحنا أمس والأسابيع الفاتة ذكرنا بأن القضية قضية مكاسر سيصلون ل 15 دينار وسيخصمون من التأمينات وسيخصمون تبقى الخمس دنانير أو السبع دنانير وغير التصويت من ثم هم بعد بيكسرون بعد فاصلون فيها ما يمنع ذلك. لكن إحنا يعني ذكرنا بأن هذه القضية قضية أن الزيادات يعني اليوم بعض النواب ذهب باتجاه بأنه هذه زيادة يصل الرقم إلى 85 مليون دينار وهذا هنالك من شكك في هذا الرقم وقال هذا الرقم غير صحيح وخيالي جدا ويفوق الواقع ومبالغ فيه بما يعني لا يطيقه العقل والأرقام لأن الحكومة تملك الرقم وتملك يعني التزوير والتدليس في هذه الأرقام فبالتالي تهول القضية. لكن عندما نذهب إلى الزيادات يعني التي أقرت للوزراء والبونصات التي أقرت للوزراء فإنها تفوق هذا المبلغ فبالتالي أعتقد اليوم النظر إلى المواطن والنظر إلى حاجة المواطن يحتاج إلى نائب ويحتاج إلى نواب. يا أخي أقسم بالله يا أبو محمد في نائب يصرح كثرة أيام مؤيد والله العظيم محمد كثرة أيام ثلاث أيام يؤيد شنو وما له تصريح أساسا بس أهم شيء يؤيد اليوم طلع يقول أنا أؤيد ل 15 دينار طيب أنت لا أنت اللي اقترحت ولا أنت اللي في اللجنة المالية لازم يطلع بالصورة ولا طالبت ولا يعني شنو تبي فيه أنت فبالتالي هؤلاء النواب الحكومة تستانس بالعكس الحكومة اليوم في ربيع من ضمن هؤلاء النواب في ربيع يعني لم تجد أن هذا النائب يدافع عن حقوق يعني وأوصلوهم يعني هؤلاء المواطنين لكي الدفاع عن حقوقهم. لكن أعتقد بأن اليوم النواب يعني بشكل أو بشكل آخر سيدفعون يعني الحكومة وسيتصدرون يعني وهنالك من يقترح بدل الحكومة حتى لا يعني تسيء حتى لا يكون هناك هجوم على الحكومة يكون درع حصين لهذه الحكومة. فبالتالي اعتقد يا ابو محمد يعني اللجنة المالية وال15 دينار والتأجيلات من شهر لشهر وخير شيء 15 دينار ليش تأجل زين هالحين ثاني شهر اكتوبر قول نوفمبر وديسمبر وبعدين يناير وفبراير واليوم في بداية يعني نحن على اعتاب ابريل 15 دينار اربع شهور يدرسون 15 دينار والله يعني الله لا يشكر فضلكم هذا يعني لو هم معاشاتكم عاد والله يعني هو قلناها اخ محمد من قبل بان الموضوع موضوع يعني دغدغه مشاعر موضوع بروباغندا دعايه اعلانيه لا اكثر ولا اعلاميه في هذا الموضوع الهدف هو ابراز قدرات وان النواب قدرنا كذي وانا امانه ما الوم الحكومه وهذا يعني حق من حقوق الحكومه العكس الحكومه شوف تكتيكاتها في مجلس امه ناجحه يعني قاعد عطت المجلس لحد الان يمكن 10-0 كذا موقف يعني مواقف كثيره الحكومه نجحت نجاح باهر في التعامل مع مجلس امه واستطاعت هزيمته في اكثر من موقع اعتبرناها مواقع يعني كثير من الاستجوابات وغيرها كانت الحكومه دخلت في ذكاء وتكتيك ولأول مرة يعني الحكومة الحالية فعلا هناك تكتيك ويعني طريقة سليمة في التعامل مع مجلس الأمة طبعا قد لا تكون مرضية لأبناء الشعب الكويتي لكن هذه يعني يحسب للحكومة لكن في الطرف الآخر المجلس لحد الآن قاعد يفشل وقاعد يخسر جميع الجولات تجاه الحكومة مو قادر يعني يلم صفوفه وبالتالي أن كل واحد قاعد يعمل لوحده وكل واحد يعني يهدف انه فقط تطلع المسألة الإعلامية وهذا هدفه الأساسي وبالتالي ضاعت الطاسة وقاعد نخسر شيئا في شيئين. يعني وزير المالية أنس الصالح استطاع اليوم أن يهزم اللجنة المالية ولا يحتاج هو حتى أعتقد وزير واحد ولا يحتاج حتى أعتقد أن ما سخن عدل يعني ما يحتاج على طول لا ولا يحتاج يحطه في باله 15 ما خاف صيبه شد عضلي ولا شيء ولا يحتاج بدون تسخين وحتى ولا بدون تسخين لأنه وجد أن اللجنة المالية هي بيئة خصبة لنمو عطاهم كم شوتة ومشي وخلص ليش خلص. وبعدين يعني اللجنة المالية وجدت له أرضية خصبة بأنك تعال شوت البلد تتوكل على الله القول مفتوح لك اي لانه شوت. هم تصدر اليوم الجبري يقول انا مقترح 15 دينار شلون نائب يقترح 15 دينار يعني كيف يقبل ان يقترح بهذه الطريقه هل هل المواطنين بهذه الطريقه يعني يحتاجون 15 دينار لماذا لا يرفض ولماذا لا يكون هناك اقرار كما اقرر 50 دينار في السابق نعم. بالتالي ابو محمد بس نعم. ارجع هذا القضيه على وزن الاسكان على وزن القضيه لا يوجد قضايا سناتي للاسكان ان شاء الله في بعد قليل باذن الله تعالى راح نناقش موضوع الاسكان عموما مشاهدي الكرام لوموا اعضاء مجلس الامه ولا تلوموا الحكومه نجحت في التعامل مع مجلس الامه والمجلس هو الذي يعني من فشل
واضح إلى فشل. ننتقل إلى القبس ونشوف عنوان القبس. اللجنة المالية قررت والحكومة رفضت علاوة الأولاد 65 دينارا حتى الابن السابع. الحرس الوطني يقبل الحاصلين على ما دون المتوسطة. أبو البدائل الحكومية لمعالجة عجز القروض الإسكانية. وزير العدل النيابة تحقق في تزوير حكم قضائي. الغبار يشل الملاحة البحرية. وقف تحويل الزيارة التجارية غدا. والعبد الله 39 مليون دينار كلفة 9 مؤتمرات استضافتها الكويت. داعش تطلق لقب كويتي على أسماء وهمية. أبو عبد الرحمن توفى مرتين في شهرين. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة القبس. طبعا هناك مشاهدينا الكرام موضوع مهم جدا وتلاولناه من خلال ديوان الصحافة فرارا وتكرارا. نحن وإذا ننتقد الحكومة في بعض المواقف لكن يجب أن نكون منصفين، نشيد فيها في مواقف أخرى، وبالتالي النظرة السوداوية والسلبية هذا ليس من ديدننا ولا طبعنا. ودائما للأسف هناك يعني في تيار موجود في الشارع الكويتي، تيار للأسف الشديد هو تيار سلبي، ينظر الأمور بالسلبية وأن الأمور سوداوية وأن الأمور منهارة وأن الأمور هذه النوعية إذا بتروح معها بتصير سلبي نفسه وتدمر حالك. ومثل ما ذكرت ونعيد ونكرر أن ديننا الحنيف دعا إلى الاستبشار، إلى يعني التفاؤل، وكذلك يعني العلم الحديث يؤكد على موضوع التفاؤل وذكر الأمور الحسنة، وبالتالي لا نكون فقط يعني سوداويين. والمثل يقول يعني بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة، أما أقعد بس ألعن والله فساد فساد فساد، طيب شنو قدمت للإصلاح عشان تقول لي فساد فساد فساد؟ قد تكون أنت واقع في الفساد نفسك اللي تقول دائما فساد فساد فساد. وبالتالي هناك أمور سلبية تقوم فيها الإدارات الحكومية والوزارات، وهناك كذلك جوانب إيجابية. مشاهدين الكرام تذكرون يعني بالتسعينات كان هناك تقوقع ل يعني الدور الكويتي في المحافل الدولية، وكان هناك انتقاد، واللي يعني يرجع إلى الأدبيات والتصريحات والمنتديات في التسعينات كانت تنتقد لماذا الكويت تقوقعت، كنا في السبعينات والثمانينات نحن من نعقد المؤتمرات ونحن ونحن، ودورنا كان الدبلوماسي الكبير جدا. وبعد يعني سنوات الماضية شفنا التحول الكبير ورجوع الكويت كسابق عهدها إلى أن تتصدر المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، وبدأت الكويت تكون هي مركز للمؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية. هذا الأمر أمانة مفرح جدا، وبدل أن يفرح الشعب الكويتي بدأوا أصحاب يعني النظرة السوداوية والسلبية بكيل الشتائم والاتهامات، والله هذا المؤتمر شنو نستفيد منه، وهذا المؤتمر كلف علينا، وآخرته كان مؤتمر قمة، قالوا هذا مؤتمر قمة كلف علينا 80 مليون، شوف قام يحسبونه، طبعا كله تأليف ماكو شيء 80 مليون، هذا المؤتمر كلف علينا 80 مليون، يعني 80 مليون ايش تبي يعني تبي سمو الأمير ويعني وين القادة يحطهم يعني؟ هذا رؤساء دول عربية، ما أدري نحط لهم مخيم يعني ونستضيفهم، يعني عقلية البعض غريبة جدا، بس هو يدور أي سلبية على الحكومة على النظام، فقط يريد أن يعني يشوه هذه السمعة بأي كان. وبالتالي بدأوا يسبون وبدأوا هذه المؤتمرات تكلفت علينا 80 مليون، مؤتمر واحد يقول 80 مليون، طبعا اليوم الوزير محمد العبد الله طلع وعقد مؤتمر صحفي قال مو صحيح، 8 مؤتمرات يعني صدفناها في دولة الكويت كلفت 39 مليون، 39 مليون، لا 9 مؤتمرات، 9 مؤتمرات 39 مليون يعني مصاريف عسكرية ومعدات ولا لا 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 كلها 9 مؤتمرات 39 مليون. هم خلوا القمة الأخيرة، يعني شوف ما في دولة عربية مشاهدي الكرام أقيمت فيها قمة أحد من مواطنيهم قالوا والله كلفت كذا وخسرتنا، ما في ولا دولة عربية، بس عندنا بالكويت. واللي يتكلموا طبعا الهدف الطعن بالحكومة والطعن للأسف الشديد في النظام، هذا الهدف من هذا الأمر، يعني نظرة سوداوية ما أدري ليش. الآن طلع الحمد لله، يعني محمد عبد الله طلع وصرح، يجب أن نصرح، اتضح الأمر وبانت الحقيقة بين 9 مؤتمرات 39 مليون. يعني أنت شنو المسألة هذه؟ دول قاعد تدفع. أنا عجبني يا أخي محمد بوجه لك السؤال، عجبني أحد الشباب علق قال أنتم يعني حتى اللي يرد على أبو 80 مليون يقول المؤتمر كلف 80 مليون، قال لاعب كرة قدم بنادي بحد الأندية الإسبانية 95 مليون شارينه، أنت مؤتمر اشتبي يعني اشتبي يعني ألف بألفين يعني، ولا نحطك مثلا نستضيفهم جواخير شبد ولا وين يعني؟
راقي والتر جواهر كم راقي؟ والله ترى راقي يا جواهر لا يغرق. ما ادري يعني ما ادري عنه يعني ما ادري وين يبون يعني وين يبون المؤتمرات هذه نحطها يعني. وبالتالي اذا انت تتكلم عن لاعب كره قدم قاعد يشترونه ب 95 مليون، انت الان 9 مؤتمرات، ابي الرد اخ محمد. يجب ان نكون منصفين امانه، اعدلوا والله سبحانه وتعالى اعدلوا، هو اقرب للتقوى، اعدلوا ولو كان ذا قربة، ولا يجرم انكم شنآن قوم على لا تعدلوا. مو معناته انا على خلاف مع الحكومه، اطلع عيوب الحكومه وكل يوم اتكلم ضد الحكومه واحاول هيج الراي الشعبي ضد الحكومه وضد النظام، هذا الهدف للاسف الشديد، نيه غير صافيه. تالي مهما يكون نحن نختلف مع الحكومة، لكن والله الحمد لدينا إيجابيات كثيرة، والحكومة لديها إيجابيات كثيرة وكثيرة وكثيرة، لكن نحن نقدنا بناء الهدف، نريد الأفضل والأفضل. أعتقد محمد يعني إحنا لو تحدثنا عن هذه القضايا وجعلناها يعني ديدا الحديث والله نعجز، لكن لا نلتفت لمثل هذه الأصوات التي يمكن إسطوانات أصبحت يعني بشكل كثير جدا حول سواء على مستوى المنح، منح الكويتية لبعض الدول، أو على مستوى يعني على المبالغ المالية، وهي أنا أعتقد لا تحتاج إلى مقارنة. وبالتالي أعتقد أن قضية المؤتمرات وتصدر الكويت المشهد السياسي وعودة الكويت دائما وأبدا لهذه القضايا أعتقد تحتاج إلى إعداد ويعني نجاحات تلك القمم المتتالية. يا رجل في سنة واحدة يعني أربع قمم أعتقد وأربع مؤتمرات، أعتقد نجاح نجاح لا 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 غبار عليها، هذا أمر مطلق. فبالتالي يعني كانت عندنا زحمة وكان عندنا يعني أمور كثيرة حدثت في الدولة، لكن الكويت دائما سباقة لأن تكون في المشهد السياسي. فبالتالي أعتقد تلك الأرقام أو الذين يطنطنون على هذه الأرقام سواء على الحديث يعني من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، هذا يعني الرجل العاقل والله لا يأخذ عليهم لسبب، لأن هذه القضية قضية بعيدة المدى، ليست هؤلاء يفكرون في أن المبلغ صرف. أنت لا أنت أخ محمد أنت تعي هذا الأمر، الهدف مو الهدف أني والله الهدف هو تشويه. نعم التبذير ولا التبذير الهدف ولا همهم، يعني قد يكون يعني هؤلاء لو كانوا يمكن دفعوا أكثر من هذه المبالغ، الهدف هو الإساءة ونشر الفوضى ونشر البلابل. والله شوفوا يا جماعة ترى الحكومة قاعد تصرف على المؤتمر 80 مليون والآن علاوة الأولاد كلها 80 مليون، شوف الربط يعني شلون، يعني هي أساس الهدف منها دس السم بالعسل. يعني في مؤتمر عربي أخ محمد أقيم في دولة عربية وسمعت احد من ابناء شعبه يقول لك والله هذا المؤتمر كلف علينا وكلف علينا؟ بالله عليك سمعت هذا الامر؟ لا والله ما سمعت. ترى ما سمعنا بالكويت ها؟ ما سمعنا، لكن انا اعتقد هذه الميزانيات اللي اقرت ترى ياتي بعدها ارقام وياتي بعدها فحص، ما هي رقم يترك. نعم بهذه صحيح. الطريقه حتى في طريقه انا يعني من الاشخاص يعني كنت اتابع هذه القضايا المؤتمرات عن طريق المناقصات، والله محمد مناقصات يعني تقدم عن طريق لجنه المناقصات المركزيه وترسل، يعني فيها دقه، نوع من الدقه والارقام التي وضعت وذكرها الوزير انها تمر على الجهات الرقابية. أنا أقوله في برنامجي. نعم. يعني في برنامج قبل النشر والله أنشرها. لا هذا أرقام عن طريق جانب معين في حتى في طريقة الأوراق التي في المؤتمر، والله حتى الأوراق يعني مناقصات، وهناك ترسيات وهناك دقة في ذلك واختيارات، وهذه المبالغ تدفعها الدولة يعني بطريقة أسس وبطريقة مؤسسات دولة. لكن نحن الآن يعني أذكر لك بأن القضية التي وضعت بين الحكومة تبذر في جانب وتشح في جانب، لكن احنا يعني مع جانب ان دائما المؤتمرات هي جوانب مشرفه. انت محمد انا بعطيك اياها بقياس بسيط جدا، الحين عندك ضيف بتضيف لك واحد، شو تحط له اسمن واجمل ما عندك؟ احنا عرب عرفنا ماذا نقدم وكيف نقدم. نعم. يعني كيف يعني انا اعتقد يعني نحط لهم شبرات يعني يجتمعون في شبرات مو منطقي. لكن اليوم الكويت تصدر المشهد ونجد ان عند هذه الزيارات والاقدام والدول تاتينا وتخرج وتكون ملتقى للدول، هذا امر. نعم. يعني اعطيك يعني الجانب الثاني والجانب الاخر، الدول الاخرى يعني الان استضافت جميع الشركات ودفعت مبالغ ماليه، ليش استضافت شركات صحيح ربحيه؟ ما بالك سياسه وعقليات. الا الله يعطيهم العافيه الذين وقد يكون البعض. نعم. قد يكون سوء نيه، والله ما نبي نتراث الكويت تحول لدوله ثانيه، قد يكون هذا ضغط 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 عشان تتحول هذه المؤتمرات. ما يمنع هذا الامر كذلك، ما يمنع ان هنالك يعني يعني احنا لا نريد ان نصدر بان الوطنيه في جانب معين او عندنا، لكن لا نريد ان هنالك من يستغل بكلمته لان يوجه بان الكويت واقع ضمن خطوط الاخرين. نعم، وهذا جانب ترى كان يدرس في دول قريبه، يعني كان يدرس في هذا كيفيه انك تقوم على السلطه التي تسيطر على الدولة. هذا امر موجود. يعني احنا لو قلنا تكاليف اخ محمد نعم يعني الاولمبيات مثلا وتنظيم كاس العالم تكلف مليارات المليارات،
لكن هو الهدف الأسمى منها هو سمعة هذا البلد. يعني لما دول الآن يعني تضع جميع ميزانياتها حتى أنها يعني تحظى باستضافة مثلا كأس العالم لكرة القدم أو الأولمبيات، مليارات يدفعون، الهدف بالنهاية حتى تكون هذه الدولة معروفة. وفي دول يعني كلكم يعني بدون لا أذكر أساميها ما عرفناها إلا من كرة القدم، ما عرفناها إلا من الأولمبيات والألعاب، وبالتالي يدفعون وبعض أساسا يدفع لشركات عالمية مليارات على أساس بس يروج لهذه الدولة وتلك. وبالتالي هذا الأمر يعني أتمنى أن ما نكون بهذا الشكل سلبيين ونظرة سوداوية. خلنا ننتقل إلى جريدة الصباح. الجار الله، الكويت وقطر تبحثان تفاصيل انطلاقة ثنائية لتطوير العلاقات. والمالية قارة العلاوة والكرة في ملعب المجلس انتهت من زيادة 65 دينارا لسبعة من الأبناء. التشريعية اعتمدت التأمين ضد البطالة ورفضت تغيير الصوت الواحد في الجمعيات التعاونية. الهاشم، يجب أن يمنح المواطنون حقوقهم في علاوة الأولاد، والحكومة تخوف الشعب بالكلفة دون مبرر. والكندري، ننتظر رأي الحكومة لحسم قوانين ضبط الأسلحة والذخيرة والمفرقعات. أبو الملتزمون بالجدول الزمني للرعاية السكنية وجلسة خاصة للمجلس تناقش الأزمة. والحرس، قبول الحاصلين على مؤهل دون الشهادة المتوسطة. السكنية دعت الراغبين بقسائم صباح الأحمد إلى مراجعتها. والعبيد، المرحلة الثانية لعيادات الخارجية بالعدان كلفت 379 ألف دينار. القضاء المستعجل يرفض إشكال البترول ويعيد شهادة الصباح العضو المنتدب للتدريب. هذه تقريبا عناوين جريدة الصباح. أخ محمد، اليوم كذلك في لجنة إسكانية اجتمعت، والوزير عاد نفس الكلام، أكد إذا دفعنا إذا بنينا أو أعطينا 12 ألف وحدة سكنية، بنك التسليف أو بنك الائتمان الاسم الجديد سيعلن إفلاسه. رغم أن هناك ردود كان من النائب عدنان عبد الصمد، أكد بأن هذا الكلام غير صحيح. بنك التسليف عنده يعني صلاحية أنه يسحب من يعني صندوق الإجال القادمة ويمول نفسه وما عنده مشكلة. طيب، اليوم أعتقد يمكن عدنان عبد الصمد أو الخبر ذكرنا أمس يعني كما تفضلت. الجديد في الأمر اليوم أن في تهديد باستجواب. نعم. وسلطان القيسم يعني خرج عن صمته وقال شوف يعني وين الخبر حتى أقرأ في الشاهد. إيه، في الشاهد موجود سلطان القيسم، فذكر بأن هدد وزير الإسكان بالاستجواب أثناء اجتماع الإسكانية، لم يحدث نقاش حاد مع أبل، وقال يا أبل إن لم تقدم يعني ما أدري شو يقدم وش يطلب منه سلطان القيسم، لكن سلطان القيسم أصر على الاستجواب. وكأن يعني الإسكان وقف على الاستجواب أو وقف على أبل وما يدري أن القضية قضية متقلقصة ولا في لها حل. واليوم القابس قاعد تقول وثيقة المؤتمر الإسكاني، كشف مصادر مطلعة وثيقة المؤتمر الإسكاني الذي عقده مجلس الأمة أخيرا وسيتم إدراجه على بند الأسئلة الرسائل الواردة في جلسة أي وثيقة وأي استجواب وأي لجنة. هؤلاء عبارة عن تصورات يعني أعتقد أنها ليست هي زمام المبادرة أو زمام الحل في هذه القضايا. الاستجواب قدم استجواب ولا لا؟ نعم، قدم استجواب صار من لدينا قدم. شنو صار بعد الاستجواب؟ ماكو شيء. ما والوثيقة والمؤتمر واللجنة والاجتماعات. والله أعتقد أن الأمر يعني هي عبارة عن حديث لكتابة ماشيتات أو كتابة أخبار فقط لا غير. لكن بالأخير القضية لن تحل بهذه الطريقة. القضية قضية إقرار وإصرار لأن يكون هنالك حل قبل أن يكون هذا الحل موجود. الحلول موجودة كثيرة جدا. ثانيا، هبول يطلع لنا أمس بالبنك الائتمان واليوم فيه استجواب وغدا هنالك وثيقة ستدرج في جلسة مجلس الأمة. بالتالي نحن نطنطن على قضية إسكانية حلها أن تقر بوضع مشاريع وتنفيذ. انتهت. وإحنا قلناها نبي تنفيذ فقط. نعم، نفذ الأمر، يحتاج إلى تنفيذ. أموال لدينا، أموال، أراضي، يوجد أراضي، لكن تاركين هذا الموضوع. وعندنا نواب يهددون باستجواب، وعندنا وزير يعني خطوتين قدام و37 خطوة وراء، ووثيقة عندنا في الإسكان، وبالأخير ما في شيء.
أخذ حديث، أخذ كلام يعني يكتب وينسج ويضع له المانشيتات، بالأخير ما في شيء. لأن لا نحاول نحط لنا تصور. اليوم يوميا نقرأ أنا وياك عويد في هذه في هذه الحلقات، كم مرة قرأت كلمة إسكان؟ أنا مليت والله. بعد ترى آخر مرة ما راح نقرأ إسكان. خلاص. ملينا والله، والله ملينا. والله ملت. والله ملينا. فعلا يعني صارت يعني سالفة ماسخة. ماسخة سالفة ماسخة ومملة يعني. خلنا نروح للنهار ونشوف عناوينها. عبد الله يقول صباح الأحمد محنك وحكيم، يصفي النفوس ويرص الصفوف ويوحد العرب. الرئيس التركي عشية زيارة البلاد في ذكرى اليوبيل الذهبي لإقامة العلاقة مع الكويت. الوضع في سوريا ضبابي، لا أجندة سرية لنا فيها، واختراقها لحدودنا متعمد. نعم الدولة الإسلامية هي من غدت نشوء التطرف والتشدد بدعمها للمجاهدين. الدول الإسلامية هي من غدت نشوء التطرف والتشدد بدعمها للمجاهدين الأفغان. أردوغان الواثق من الفوز بالانتخابات المحلية، الأمة قالت الحقيقة. علاوة الأولاد بالعافية، 65 دينار حلول وبدائل لديمومة القروض الإسكانية، 550 وحدة سكنية إضافية لمشروع قرب عبد الله مبارك والإبراهيم لقيادي الكهرباء، تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز. الحرس الوطني قبول حملة المؤهلات دون المتوسطة. هذه عناوين النهار. نذهب إلى جريدة الجريدة. علاوة الأولاد 65 دينارا لسبعة أبناء، أقرتها المالية البرلمانية بالأغلبية، بكلفة سنوية تصل إلى 83 مليون دينار. أبو البدائل وحلول لمواجهة عجز بنك الائتمان عن توفير القروض الإسكانية. والعدل تؤكد تزوير حكم قضائي كشفته الجريدة. العبد الله تكاليف آخر تسعة مؤتمرات 39 مليون دينار. والشؤون مكافآت مالية لمن ينجز معاملات أكثر، الدوسري لاستقبال المراجعين حتى آخر دقيقة. والمطيري 800 مليون دينار حصة الشركات المحلية من الوقود البيئي. والكلية ترفض استشكال الحكومة وتعيد شهد الصباح إلى النفط. والسعوديون يبايعون الأمير مقرن. العراق الفراق العسكري يعطي دورا أكبر للمدافع ويبرر حضور الميليشيات. اعتراف شيعي نادر بوقوع تطهير طائفي لسنة ديالة. هذه عناوين جريدة الجريدة. أخي محمد، يعني الشؤون اليوم قطاع يعني الوكيل المساعد لشؤون الجمعيات طالب طبعا أنه يكون هناك استقبال مراجعين حتى آخر دقيقة. في بدعة موجودة، ما أنت موجودة في الهجرة، في الجوازات، في الشؤون، بعد الساعة 12 ما حد يستقبلك. ما أدري عملوا لهم دوام وحدهم، يعني دوامات معروف، يعني قول 7:30 8 للساعة 2:30 هذا دوام خدمة مدنية، تروح 11:30 12 إلا قال خلاص ما نستقبل المراجعين. ليش يوب عليه الأساس؟ شنو القانون؟ شنو القانون مستندين عليه؟ يعني ما يستقبلونك، يعني وللأسف الشديد يعني بهذلوا المواطن الكويتي. يعني المواطن اللي عنده دوام داوم، يلا يمكن يستأذن الساعة 10، على ما يطلع الساعة 10 شوارع كلها مسكرة طبعا الزحمة، على ما يوصل المسكين إلا الساعة 12 إلا تسكروا عليه، قال خلاص ما في ما نستقبل. جماعة دوام كل ساعة 2 لا ما تروح بطاقة المدنية سابقا، ما ادري الحين دوامها خدمة كل اغلب جهات الدولة الان يعني دوسري يعني يطلب من الموظفين وزارة الشؤون حتى اخر دقيقة. اتمنى هذا الامر، انا اتمنى وزارة الداخلية، اتمنى وزارة الشؤون، اتمنى كل وزارات بهذا الشكل. فعلا على اي اساس؟ اعطوني شنو القانون وشنو البند اللي استندتوا عليه انكم والله لساعة معينة تستقبلون المراجعين؟ انا مالي شغل والله علي تكدس، انا مالي شغل، مو مسؤوليتي انا كمواطن. انا كمواطن الدولة توفر لي هذه الخدمة، والله عندكم تكدس، عندكم زحمة، يفتح لي فرعين 10 100 ما لي شغل، أهم شيء الخدمة متوفرة. نفس الشيخ محمد، موضوع طب الأسنان الآن في وزارة الصحة، صدق توزع أرقام الساعة 6 الصبح؟ نعم 6:30 ما يعطونك رقم، تخيل 6:30 عسى ما شريب. شنو يعني احنا داشين مجاعة، الناس المساكين قاعد تذابح من 6 لـ6:30 وبعدها ليش؟ حق العصر هذا ترى، ها؟ يعطيك الرقم حق العصر ما
موعدك العصر؟ لا لا انا انا مانت انا 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 جيت الساعه 9. قال لي وين انت؟ ما في مجال اكيد ما في مني. قال ما في مني. انا طالع كذي لقيت المسؤول طلعت اعرفه. لا بس تعال. والله يا جماعه دخلت اقسم بالله ان الدكاتره فاضيين ما عندهم احد، اقسم بالله على الهواء مباشره اقول الكلام هذا. واحد المراكز الصحيه لطب الاسنان صدمت انا. انا توقعت طبعا زحمه الساعه 9 ونص 10 تقريبا فاضي، الدكاتره قاعدين كلهم مافيين قاعدين. المهم الغريبه انت الان لما تمنع ما تعطي رقابه تقول والله علي تكدس صح ولا لا؟ الساعه 10 10 ونص فاضي المركز، ما في احد، دكاتره فاضيين قاعدين سوالف. طيب هذا اللي افترض انه على الاقل للساعه 12 على الاقل، يعني تقول لي دكتور والله هذا عليه ضغط وكذي، لا ضغط ولا شيء، يلا على الاقل من الساعه 8 للساعه 12 على الاقل يلا طبق. لكن هذا الكلام طبعا وزير الصحه، خليه يروح وزير الصحه، خليه يفر على المراكز فجاه، مو طبعا مع الصحافه، يروح الساعه 10 ونص 11 ويدش ويشوف، يدش على اماكن الاطباء هل فعلا عليهم ضغط ولا المساكين الناس بس من الساعه 6 الصبح. اخ محمد يعني كل واحد قاعد يحط له قانون عنده في الوزاره وسالفه ضايعه. احنا ذكرنا بان دائما المواطن البسيط ما يذهب ما يعرف شو الليله شو اللي عليه. وانا اعتقد يعني ما يحدث يعني في الصحه المدرسيه في الاسنان يعني ان تاخذ موعدك حق العصر الساعه 6 ونص الصبح، هذا مو منطقي. العصر يجي العصر، الصبح يجي الصبح، وخله 7 ونص 8 يعني على طلعت دخلت المدارس يعني 6 ونص، شنو هالزرزور اللي صاحي؟ بعرف حتى الزرازير نايمه، الواحد بيصحى. وبعدين عندنا مشكله بان تاخذ رقم وترجع لبيتكم بعد، ادري ما في مجال. المشكله اقول لك يعني موعد العصر يعنيك تروح من بيتك عشان بس تاخذ رقم وترجع. العصر تجي العصر تقول انا ابي موعد العصر، متى اجيك؟ اقول 6 ونص الصبح، 6 ونص 6:45 خلص سكرنا. زين انت كموظف؟ يقول انا اروح بيتنا. انا داوم من الساعه 6 الى الساعه 6 ونص فقط، هذا دوامي، اسجل اسماء. هذا كارثه. ففي كل الحالتين انا قاعد ارجع لك الى جانب معينه، بان يعني احنا القوانين اللي قاعد يضعها الشخص المعني او الشخص اللي قاعد يضع القوانين يا اخي هو عايش بيانا بالكويت، واللي قاعد يضع القانون هو واحد عايش في مثلا في بوليفيا مثلا بعيد عنا، لانه مو عايش يعني شلون هذه المواعيد خاصه الى طب الاسنان المدرسي. لا عايش اخ محمد، هذا مسؤول هو وعياله واقاربه وربعه، هذا اللي يدشون على طول بدون رقم بدون شيء. لا انا ما عندنا مشكله. السؤال من الذي يضع القانون؟ ليش يضع القانون؟ يعني من اتى ذلك الشخص؟ كل شخص ياتي يحط القانون من كيفه؟ كل واحد يحط القانون، هذا المصيب. احنا نتكلم عن القانون مو ذلك الشخص. يعني قبل يضع قانون لابد ان يكون هذا، هل فعلا هذا قاعد يلائم؟ هل الوزاره معنيه فيه؟ هل ومشكله احنا عندنا مشكله اللي يضع القوانين جانب، والصمت المطبق النوم هذا الثبات الشتوي لدى النواب، ما حد يتحرك. اللجنه الصحيه غير مفعله، اللجنه التعليميه غير مفعله، اللجنه الاسكانيه غير مفعله، ديكورات ياتون اجتماعات حتى يطلعون وبالاخير ما في شيء. فبالتالي اعتقد اليوم نحن الان مقبلين على مساله انجاز، اي نعم نريد انجاز. شيء اخر يعني قبل ان يكون هناك انجاز لابد ان يكون حتى المواطن اذا كان هناك جحاف في الموعد يقول لا هذا الموعد هذا ما يلائمنا. ليش الساعه 6 ونص؟ وش معنى 6 ونص؟ زين ابي اعرف الناس اللي دواماتها يعني سواء على مستوى ليليه او ليش يا اخ محمد؟ تدري ليش؟ عشان ما حيجيهم، عشان ما حيجيهم اساس تروح طبيب خاص، بس روح ربح الخاصين، ما له حل. احنا بنسيء الظن فيهم للاسف الشديد، الحل يبون نروح حق المستشفيات الخاصه. لا تكلموا وقال احنا حاطين عندنا صحه مدرسيه الاسنان. نعم انتوا احنا حاطين، انت حاط اي، لكن ما هو القانون اللي وضعته. روحوا القانون حاطه اللي في امه خير يسجل، ما حد يقدر يسجل 6 ونص. هو الهدف مثل ما ذكرت، الهدف للاسف واضح تنفيع للقطاع الخاص لا اكثر. هذه يعني بالنهايه نقولها كاش في هذا الموضوع، ولا ليش الهدف يعني نرفزة الناس ومضايقتهم بهذا الشكل سواء في وزارة الصحة ولا غيرهم وزارة الدولة الأخرى كذلك. يعني اللي كل واحد حاط لي قانون الساعة 12 لا أحد يراجع، الساعة 11 ونص لا أحد، ما أدري ليش يعني حاطين قوانين. والله يقولك عندي تكدس، أنا مو شغلي عندي عندك تكدس، أنا كمواطن من حقي أن الدولة توفر لي هذه الخدمة، وأي وقت أجي فيه الخدمة هذه موجودة. هذا مشكلتك انت كاداره، والله عندك تكدس، عندك زحمه، افتح ادارات، عندك موظفين، عندك موظفين ناس ما قاعد تداوم بالمئات بالالاف، بالتالي نظم امورك في الجانب هذا، لكن لا تقول لي والله انا عندي ضغط وعندي زحمه ما اقدر. ولا المشكله عاد جيت وقال لك الكمبيوتر عطلان، عاد هذه حدث ولا حرج في موضوع الكمبيوتر العطلان، على طول هذا العذر موجود. طيب الراي يعني نفس النهار مقابل مع الرئيس التركي وعنوان اخر، العبدالله 39 مليون دينار كلفة 9 مؤتمرات استضافتها الكويت، زيادة العلاقات لا تقوم بلا صوتية. فعلا قنبلة صوتية، أنا
فعلا أؤيد والله أؤيد كلام الراي فعلاً, موفق فعلا في الراي يعني. اليوم عفوا أنا أخ محمد ذكرت الآن اليوم قاعدين يناقشون في اللجنة التشريعية هم ردي لي على صوت الواحد الجمعيات يبون يلغونه, ما هي سالفة النواب في الموضوع هذا؟ يروحون يردون على موضوع الصوت الواحد في الجمعيات التعاونية. لا هو أعتقد بأن الحكومة لن تتراجع, أنا أعتقد الحكومة في هذه الجزئية يعني ما لي إيدي منها. الحكومة في هذه الجزئية لا تراجع في قضية الصوت الواحد. النواب عليهم أن يطنطرون الآن القضية قضية الحكومة, شو توجه الحكومة هو اللي بيصير. هذا الجزئية أعتقد الحكومة حسمتها ولن تراجع في هذا الموضوع. خبر آخر يقولك التحويل مرة واحدة للخدامة خلال 60 يوم من قدومها وضعها أمام خيارين, إما العمل لدى الكفيل أو المقاضي دون رجعة. فعلا نؤيد هذا القرار لأن للأسف بعض المكاتب يعني يقول لك هذه الخدامة مكفولة ويتفق مع الخدامة والله بعد 3-4 شهور 6 شهور انتهى الكفالة تعالي وبعدك نعطيك الواحد ثاني وثالث ورابع بهذا الشكل, وقاعد يلعبون على المواطنين بهذا الشكل. لكن لا تجيني فترة الكفالة لأن مضطر أعوض هذا المواطن, هذه الحركة اللي يعملونها حتى في التعويض بالعكس هو ربحان. ربحان نعم, أي هو في كل الحالتين ربحان. والضمانات اللي تتكلم عنها ما في ضمانات, كل ضماناته على مسألة إنه راح إذا كان فحصه في الطبيب إذا كان فحص الطبيب فيه مشكلة معينة راح يكلفه التذكرة راح يرجعها فقط لك. نعم, وعشان شذا إحنا نؤيد هذا القرار فعلا نحتاج مثل هذه القرارات. الأنباء نفس الشيء, عناوينها تتعلق في الرئيس جول والمقابلة, وعنوان آخر الخدمة المدنية الموافقة على بقية مكافآت اللجان والأعمال الإضافية قبل إغلاق الميزانية اليوم, تهاني سعود وكيلا مساعدا للفنون للثقافة والفنون والأداب, وانتهى مهلة التخييم اليوم ولائحة جديدة العام المقبل. أخيرا الوطن علاوة الأولاد 65 دينار, يعني أغلب الأخبار اليوم تقريبا هم حماية الأموال العامة إحالة كل أطراف قضية الأستاذ جابر للنيابة. فعلا هذا الأستاذ يستحق أن نفتح موضوعه وأن يحالون للنيابة كل من تسبب في هذا الأستاذ. هل الخالد البلدية تحتاج وزيرا متفرقا؟ أعلن رفض تفكيكها معارضا استحداث مجالس بلدية في المحافظات. تعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي إلى 5 يعني إعدامه. قانون 5/2005 انتقص حقوق أعمال المجلس ونحتاج ميزانية مستقلة. فحص منتسب الداخلية كحوليا وهذا شيء مطلوب. مصالح السوريين بالكويت تنجز في أبوظبي, سفاراتهم تغلق اليوم وتجديد الجوازات في الإمارات. هذه هي عناوين جريدة الوطن. أخيرا نشوف كاركتير الشاهد في خبر ظاهر تقريبا, في خبر خلينا نشوف الخبر, كان في خبر شباب خلينا نشوف الخبر. نعم, مركز خدمة المواطنين بالجهراء تحول إلى حلبة للمصارعة الكويتية في الركلات والطراقات والإسعافات تحول سبب عدم الالتزام بالدور. اي الحلبة المصارعة بعد أن تشاجر مراجعين كويتيين بسبب الدور وتبادل الضربات. مشاكل أنتوا الجهراء؟ لا هو في أمانة أخ محمد أغلب المراكز فيها يعني الإنسان المحترم نفسه راح يلتزم بالدور, لكن في ناس للأسف دينكم أصابعك مو سوا, في إنسان محترم نفسه وفي إنسان يجيك يعني ضرب الطوفة طيب ودعم الرصيف وبالتالي يجيك على طول يدش وياخذ رغبك. يعني أنا حدث معي أمانة في المستشفى, كانت يعني بنتي تعبانة في الجهرة إيه, فيعني قعدت والله بدون مبالغة يمكن انتظار تقريبا ساعة إلى أن وصل دوري. قبل أن يصل دوري واحد جاي على طول من البوابة على طول دش, ولا قمة الجرأة وقمة كذا. وللأسف الدكتور يعني من جنسية آسيوية مو عارف يتعامل معها, مو عادي عند المسألة جي. فأنت تحترق أعصابك دكتور ترى تنغم إي دوري الآن هذا على طول دش, أنا صار لي ساعة ناطر ما يقل عن ساعة كامل. بالتالي حصل اليوم يفترض يعني هي ثقافة أمانة, هذه ثقافة يعني مو معقولة بعد بكل مركز خدمة نحط لنا والله بعد شرطة ولا بالمستشفى نحط لنا شرطة تراقب الناس, هذه ثقافة. اللي تأكد اللي بيعدي الدور هذا إنسان يعني متخلف ولا هو محترم نفسه ولا محترم الآخرين, وبالتالي قاعد يسيء نفسه ولا يسيء الآخرين. الإنسان اللي يلتزم بدور هذا إنسان منظم, هذا إنسان فعلا عنده ثقافة, يستحق الإنسان أن يحترم هذا الشخص اللي فعلا يلتزم بالدور. نشوف كاركتير الشاهد أخيرا. أملاك الورثة معبر أعتقد حتى كذلك يمكن يلائم المانشيت اللي أمس للشاهد, ممنوع الكلام, ممنوع الدوران, ممنوع التصوير, ممنوع الوقوف, ممنوع الاستفسار, ممنوع الاقتراب. فعلا يعني هو أملاك لورثة يعني توارثوه جيلا بعد جيل. نعم, عموما أخي محمد العجمي كانت هذه آخر فقرة من فقراته, شكرا جزيلا لك. العفو محمد.
مشاهدي الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آمل أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله بالغد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.